أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع الرابع عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الرابع عشر. كونوا معي. كما يظهر أمامكم على الشاشة أبيات بعنوان إلى أمي. صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديسة الحلوة. مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر، وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه طرابينا من النعناع والزعتر وليلكة دمشقية. أنا وحدي دخان سجائر يضجر، ومني مقعدي يضجر، وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيدر. عرفت نساء أوروبا، عرفت عواطف الإسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب، وطفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر، وتكسوني إذا أعرى وتنشلني إذا أعثر. أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر، ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر. فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر؟ بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى حل أسئلة ورقة العمل. السؤال الأول يقول: استهل الشاعر قصيدته بصباح الخير، ما دلالة ذلك؟ رغم أنه هو في مكان وأمه في مكان، طبعا دلالة على قرب والدته من جهة وارتباط الصباح بذاكرة الشاعر. هنا ربما كان يقضي وقتا مع والدته وكتب القصيدة وهو يفتقد هذه الأوقات. لماذا يقول الشاعر في رسالته إلى أمه بأنه ولد؟ الإجابة ستحتمل أكثر من رأي، ولكن هنا كلها ستدور في إطار أنه لا زال يحتاجها، احتياج الطفل لأمه. وضح الصورة الفنية في وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيدر. صور الشاعر أحزانه بالعصافير دلالتها على الكثرة التي تبحث عن بيدر تحط فيه، دلالة عن بحث أمه عنه وبحثه عنها. يحتاج الشاعر بالإضافة إلى حنان إلى التوجيه والرعاية. أين ما يثبت ذلك في القصيدة؟ هنا عندما قال هو يحتاج إلى امرأة تمشط شعره الأشقر وتحمل في حقيبتها عرائس السكر، الأمور الدقيقة التي ذكرها هو لا يحتاجها فعلا، هو يحتاج الرعاية، يحتاج التوجيه، وهذه رموز إلى هذه العناية والرعاية. قال الشاعر: ومني مقعدي يضجر. ما قيمة التقديم في الجملة؟ مني هنا كما يظهر أمامكم، الياء هنا ياء المتكلم دلالة على ذاتية الشاعر التي تدور عاطفة القصيدة حولها. هنا قدم مقعدي على الفعل دلالة على اتساع دائرة الضجر التي أحاطت به إلى أن مصدرها ذاته نفس. في القصيدة بعد التكرار بين قيمة هذا التكرار مع الإشارة إليه. هنا التكرار دائما يفيد تعميق المعنى وتوكيده وتثبيته في ذهن المتلقي، كقوله: عرفت مؤكدا على سعة معارفه وضيقها أمام هذه العاطفة، عاطفتي
تجاه أمه وحنينه إليها، كما أن الشاعر كرر بعض التراكيب التي تشير إلى عمق ارتباطه بأمه وشدة شوقه لها كقوله مناديا: أيا أمي أيا أمي. القيم المستفادة من القصيدة طبعا هي قيمة الأم العظيمة لدى الإنسان، أهمية تقدير الأم، يكبر الإنسان ويبقى مرتبطا بوالدته ويبقى صغيرا أمامها عزيز الطالب، الحنين إلى الوطن والأم قيمة إنسانية. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله في الأسبوع 14، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.